بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنشكر الصحافة الإلكترونية والصحافة بصفة عامة اللي جات حضرات في هذا الموسم، الموسم الصالح لسيدي أحمد المجدوب في جامعة مولي الواد إقليم بن سليمان. هذا شرف كبير أن الناس وقبائل جاوا يركبوا معنا في هذا الموسم، وهذا العام الحمد لله كيمتز الموسم بواحد الحاجة جديدة، وهو أن الإخوان من جاوا من الصحراء وجابوا الصربة ديالهم وركبوا معنا من أيت بعمران، فوجاو الرقيبات معهم إلى آخره. هذا واحد يعني موسم تقليدي، موسم اللي كنحاولوا نديروا فيه واحد النظام، ولكن في نفس الوقت كنبغيو نحافظوا على التقاليد ديالنا باش ما نديروا شيء. هذا ماشي مهرجان، هذا موسم بكل معنى الكلمة. فهذا الموسم فيه 40 صربة، أكثر من 1000 ديال الخيل تبارك الله، والعدد ديال البشر ما يمكنليش نقول لكم، أنتم غادي تصوروا وغادي تبينوا شحال ديال الناس كاينين. ولكن أهم حاجة جوج ديال الحوايج ولا ثلاثة. النقطة الأولى وهو ملي كنديروا هذه المواسم كنحافظوا عن الثروات ديال بلادنا، عن التقاليد ديالنا، وكنشوفوا بينا قبائل وقبائل كتجي وكتجتمع في موسم واحد، وكيركبوا كاين جوج ثلاثة القبيلات كل وحدة من جهة، وكيجيو كيركبوا في نفس الصربة، لأن في التقاليد ديال مولي الخيل أنا عندي موسم كنعرض عليك كمقدم ديال الخيل، وأنت ملي كيكون الموسم في المنطقة ديالك في الجهة ديالك كتعرض عليا كنمشي عندك بالخيل ديالي. وهذا هو المغرب، هذه هي الثقافة اللي خصنا نحافظوا عليها، وهذه الثقافة ما عندها ثمن، هذه هي الثقافة اللي كتساهم في الاستقرار ديال البلاد، باش هذا المواطن المغربي من طنجة حتى القويرة كيبقى مواطن واحد متماسك المغرب مغربي. كلنا عندنا التقاليد ديالنا على حسب المناطق، حتى في الركوب راه كنختلفوا في الركوب، الركوب اللعبة كيف كنقولوا ديال مولي الخيل، كاين اللعبة الشرقاوية، كاين اللعبة الخياطية ديالنا ديال الشاوية، كاين الصحراوية إلى آخره، ولكن كنبقاو كلنا مغاربة كنبغيو بلادنا ونحافظوا على بلادنا وعلى الثروات ديالنا. هذه الأولى. الحاجة الثانية اللي بغيت نقول وهو كنتمنى أن الدولة تزيد تعاون الناس اللي عندهم الخيل وكيركبوا على الخيل. علاش تعاونهم؟ لأن راه كاين مولي الخيل اللي عندهم الإمكانيات، وكاين مولي الخيل اللي مساكن ما عندهمش إمكانيات، ولكن عندهم كيف كنقولوا حنا البلية، وكيبغيو يحافظوا على التقاليد ديالهم وديال القبيلة ديالهم وديال العائلة ديالهم، فخاصنا نعاونهم، خاصنا نعاونوهم. الحاجة الأخرى اللي غنطلب من الإخوان والأخوات هنا وهو يحاولوا دائما يدعموا هذا مولي الخيل وهذه المواسم بحال هذه. سي حسن، الجماعه كنعرفوا جماعه فقيره، انت غتدخل ليا للسياسه؟ لا حنا هنا ما كنديروش سياسه، الله يخليك. اش بغيتي عند الجماعه؟ لا انا المهرجان تبارك الله لوجيستيك استعدادات منيا، بغينا نعرفوا السي حسن كيفاش كيدبر المهرجان. واولا ماشي انا اللي كندبر بوحدي، كاين انا والمجلس ديال الجماعه والجمعيه الشمس اللي كتحرص على هذا الشيء، وهذوك هما اللي كيجريو بالليل وبالنهار. انا غير كنحاول ندير لا كوردينياسيون ما بيناتهم، التنسيق ما بيناتهم. الجماعه كتساهم 150 الف درهم في العام، هذا الشيء اللي عطى الله السوق. لان الجماعه شحال عندها؟ جماعه مولي الواد اقليم بن سليمان عندها فائض ديال مليون و100 الف درهم تقريبا، مليون و200 الف درهم، راه ما يمكن لا تعطي الا 10% ماكسيموم ولا 15%، ما يمكنش تعطي اكثر. سي حسن جاهد، شي لاخر بغيتي نكمل. من دائما ما عمرنا ما جاتنا شي اعانه من عند الدوله، يعني كنديروا الموسم ب 150 الف درهم، والشي الاخر كاين محسنين كيعاونوا الجمعيه، ما يمكنليش نقول شكون اللي كيعاونوا محسنين والسلام، وكندوزوا الموسم. هذا العام وزاره الفلاحه الله يجازيهم بخير ولا صغيك بالاخص اعطتنا 250 الف درهم. اذا هذا العام راه حنا اغنياء، لان عندنا 500 الف درهم في الجميع، وكاينه هاد 500 الف درهم فيها الماء وفيها الضوء وفيها الخدامه
وفيها الناس اللي كتوكل اللي خدامين معاك اللي توكلهم بالصباح وفي 12 وفي الليل كاين 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 بزاف ديال الحوايج ولكن كاين واحد القضيه اللي خصها دائما ما نساوهاش هو الامن الدور اللي كيلعب الامن لان ما تنساوش ملي كتشوف هنا انا غنقول غير شي رقم ما يمكن نكون غلط الله اعلم يمكن كاين 15000 ديال البشر يمكن 10000 يمكن 20000 الا درتي غير 10000 ديال البشر راه ماشي ساهل باش يعني تحافظ على الامن ديال هاد الناس بالليل وبالنهار في الموسم وفي الطرق وخارج الموسم السيد العامل هو كيهتم بالفروسيه وساهمنا يعني عاونا كثيرا في تنظيم هذا الموسم وجميع الاخوان الاخرين الصحه التجهيز يعني كل شيء الوقايه المدنيه انا ملي كنقول الامن راه الامن ورجال السلطه والدرك يعني جميع الناس اللي كيساهموا اللي مسؤولين على الامن واخا إذن هذا هو الموسم ديال سيدي احمد المجدو وكنتمنوا على الله ان دائما نزيدوا من حسن الى احسن بفضل الله وفضل واحد الحاجه اللي الحمد لله المغاربه كلهم عارفينها وهو جلاله الملك المملكه المغربيه عاطينا هذا واحد الحاجه اللي ما عندهاش ثمن هو هذا الاستقرار وهذا الامن في البلاد كنشوف انا العيالات غاديين في الليل هنايا من الموسم وما مخوفانين ما والو غاديين بوليداتهم للدوار ديالهم او اللي غادي بطوموبيلته حتى لوحده الصباح عاد خارج من الموسم والحمد لله حتى حاجه ما كتوقع اذا يمكننا نفتخروا بالبلاد ديالنا نفتخروا بالمملكه المغربيه ديالنا ودائما نكونوا ايجابيين انا اسمحوا لي بعض المرات كاين شي ناس اللي كيشوفوا غير المسائل اللي خايبه ولكن ما كيقولوش حاجه المسائل اللي مزيانه واللي هي ايجابيه فخصنا نبقاو نشوفوا الايجابي ونحسنوا داكشي اللي خصو يتحسن شوف غنقول لكم واحد القضيه حنا الحمد لله صراحه ملي كتكون مغربي راه عندك الرعايه ديال سيدنا الله ينصرو لان حنا خدام ديال سيدنا هذيك راه اوتوماتيك واش فهمتيني؟ هادشي اللي غادي نقول لك اللي خصني اللي ما سولتونيش عليه وسولني عليه واحد السيد البارح واحد الصحفي ما عرفتش شكون قال لي كيفاش هاد الصحراوي جاو لهنا وركبوا هنايا وقلت له الصحراوي راه مغاربه وكيتساراو في بلادهم وكيتبوردوا في بلادهم كيجيو يتبوردوا عندنا ونمشيو نتبوردوا عندهم وراه حنا قبيله واحده ومغاربه واحدين والصلاه وشعب واحد راجل ملك وصفقوا على هذه بسم الله الرحمن الرحيم هذا الموسم اللي تزاد وكبر بزاف بالنظام ديالو باللوجيستيك ديالو حسن عكاشة الحمد لله اللي كيساندنا هو رئيس جماعه مولي الواد وكنشكر جمعيه شمس ولاد زياد للتنميه هي هذه الجمعيه تاسست من قبل ما ندخل انا كعضو ومستشار الجماعه وسميت والمقر ديالها راه في الضيعه ديالي ديال هذه الجمعيه كنشكر جميع الاخوان ديال جمعيه شمس ولاد زياد وكنشكر المجلس اللي كيساندنا حتى هو وبالاخص الرئيس عكاشة حسن عكاشة شنو الجديد المهرجان لهذ السنة بصراحة؟ الجديد 2019 الجديد كبير وكبير بزاف ولو نعبر كبير بزاف هادشي بقى تاريخي الحمد لله في الوالي صالح سيد المجدور حنا عندنا موسم بلدي ورجع مهرجان هذا راه موسم بلدي ورجع مهرجان باش برجال ديال الخفاء كاين رجال ديال الخفاء ما معروفينش الحمد لله كاين رجال ديال الخفاء السي حسن عبيد واش كاين واش هل هناك دعم خارجي؟ انه ما كاينش دعم عندنا الدعم ديال الجامعه ديال 150000 درهم والباقي كيكملوا حسن عكاشة اللي كيكمل هذاك الدعم الله يجازيه بخير والله يطولنا عمره والله يرحم الوالد ديالو مصطفى عكاشة اللي كان رئيس مجلس المستشارين وكان هذا بعد اولا هذيك الصور اللي كاينه دابا في المنصه وهذا هذا في حد ذاته ولاء لسيدنا من بعد الصور ديال سيدنا هذا ولاء سيدنا
فهمتيني؟ هذا هو هنا لسيدنا إن شاء الله. شنو الإكراهات بصراحة اللي كتلقاها الجماعة؟ ما كاينش إكراهات، إكراهات الحال، إكراهات الجماعة من ناحية الطريق، من ناحية المادية والجماعة، فهمتيني؟ الحمد لله مع حسن العكاشة ما كاينش إكراهات. نعم. ومع المجلس الحمد لله. فهمتيني؟ الإكراهات كتكون في بزاف د الحوايج، ولكن الحمد لله الراجل اللي كان قوي وكيتصابر وهذا الشيء ما كتكونش إكراهات، الحياة هي هذه، الحياة بلا مشاكل ما غتكونش حياة. لا كلمة الأخ لوسائل الإعلام الصحافة اللي جاوا كبوا الآن لهذا الموضوع، شي كلمة لوسائل الإعلام. كنشكر وسائل الإعلام جميعا وكنشكركم على هذا النضال ديالكم وعاش محمد السادس بدا أولا، محمد السادس ملك المغرب عاش وعاش المغرب وشوف وكنشكر الناس الصحراوي اللي جاوا من اوبنميم اللي شرفونا 800 كيلومتر باش تعرف هذا الموسم راه غادي كيزيد والعام الجاي غيكون اكثر واكثر واكثر. والسلام عليكم. ميرسي حاج الخمسي. الله يحفظك. الصربه كاينه 45 صربه وكاينه سيدي 1600 ديال الخيل وحنا كنوزعوا البارود جبنا 400 هذا العام. ذاك العام كانت 300 دابا جبنا 400 الحمد لله ما الخير عرفتي 1600 ذاك العام كانت 1000 دابا 1600 الحمد لله وكنفرقوا الشيء لا هذا العام ما فرقناش الشيء باش ما نكذبوش انا ما نكذبش ذاك العام فرقنا الشيء هذا العام عطينا الثمن 1600 ديال الثمن والحبه 1600 حبه الحك ديال 200 الحمد لله وهذا الشيء اللي كاين والسلام عليكم.